السلام عليكم اخواني اخواتي الكرام، معكم دائما جمال دي من دبي، يحييكم نهاركم مبروك ويوم سعيد للجميع. نواصل في سلسله هذه تجربتي مع ضيف جديد ومع تخصص جديد، والتخصص بتاعنا اليوم هو تخصص السلام عليكم. معكم عبد المؤمن، جزائري مقيم في الإمارات. اليوم نحضر على أهم ما يجب التركيز عليه للعمل بمجال المطاعم والفنادق كشيف وطباخ. أنا شيف دو بارتي، كومي شيف، شيف بيتزا. أول حاجة لازم شهادة طبخ، أي نوع من الطبخ ولا أي نوع من الشهادة، شهادة من المعهد، شهادة من الجامعة، شهادة من التكوين، أي شهادة. ثاني حاجة تعلم أسماء الأطباق بالإنجليزية والمعدات اللي تستعملهم في المطبخ وكلمات الحوار يعني اللي لازم تستعملهم في المطبخ مع الشيفات الآخرين والله مع السوبرفايزر، لازم تتعلمهم. ثالث حاجة واللي هي مهمة بزاف، الخبرة لازم تكون عندك مجال في الخبرة تاعك، وأحسن حاجة أنك تتخصص في حاجة واحدة. يعني لما تحط CV، تحط إذا أنت شيف تاع سوشي بتحط اختصاصك في السوشي وخبرتك في السوشي، ما تحطش أنك شيف سوشي وشيف جاسترونومي والله شيف طبخ هندي، لا، أحسن أنك تحط اختصاص واحد. وإذا مجالك في البيتزا، فأحسن حاجة أنك تتعلم البيتزا النابوليتان لأنها هي المطلوبة هنا، البيتزا الإيطالية النابوليتان لأنها هي المطلوبة هنا، البيتزا الجزائرية ولا البيتزا الأمريكية غير مطلوبة كثير يعني. المهم أنه تكون عندك خبرة فيهم أكثر من 4 سنوات 5 سنوات. رابع حاجة تعلم الوقاية والصحة التابعة للمطبخ، يعني الهاسب هذه تعني أنك تعرف مثلا كم درجة برودة تاع الثلاجة، لازم ما تهبطش تحت ولا ما تطلعش فوق مثلا 5، لازم تعرف مثلا لازم تعرف اللحم في أي درجة حرارة لازم يطيب، شحال لازم يريح الوقت. الحاجة المهمة ثاني في هذه شهادة الهاسب أنك تعرف مثلا أشياء اللي مختصة بالتنظيف، يعني مثلا ما تحطش جافيل ولا الكلور على حاجة اللي تطبخ فيها، تعرف ألوان السكاكين اللي تستعملهم، يعني مش تقطع اللحم بسكين لون تاعه أخضر ولا الحطب اللي تقطع عليه هو تكون خضرة، لا، لازم اللون يكون بني مثلا تاع اللحم تاع الخضر يكون أخضر، تاع الجبن يكون أبيض، تاع السمك يكون أزرق ولون السكين أزرق والحطب اللي تقطع عليه أزرق. هذو أشياء يعني تقدر تعلمهم من الإنترنت، تروح اليوتيوب تكتب الهاسب ولا شهادة الهاسب، احنا ما عندناش في الجزائر لكن تقدر تتعلمها، المهم انك تكون تعرف هذو الحوايج. خامس حاجة السيرة الذاتية تاعك تكون منظمة، يا ريت تكون حقيقية، يعني ما تكون حقيقية، ما تكونش كاذب فيها والله تقول، لأنه ما راح يسقسوك وين اشتغلت والمطعم هذا وش كنتوا تقدموا في المطعم هذا وش كان الرتبة تاعك والله وش كان اختصاصك في المطعم هذا بالضبط، وتكون بالإنجليزية بالطبع. سادس حاجة إذا درت هذا وقع وأرسلت السيرة الذاتية تاعك وقبلوك أي طولك يعني المقابلة ولا التجربة. على العموم هنا في الإمارات لما يعيط لك على تكون يعني مختص في الطبخ ويعيط لك، عارف باللي مش راح يريح معاك بزاف الطاولة يعني في المقابلة ويحكي معاك، هو اللي همه أنه التجربة وش عندك في يدك. على ذيك يعني دائما لازم تأخذ معاك اليونيفورم، يعني طابلية بيضة وسروال أسود، يعني اللباس الخاص بيك يعني تاع الطبخ، أحسن يكون لباس شيف، إذا ما عندكش عادي تيشيرت أبيض يعني قميص أبيض وسروال أسود تديهم معك. تروح وثالث حاجة
يعني الحاجة المهمة ثاني أنه تكون عندك إنجليزية باش تحاوره، لأنه هو محتاج عامل أنت يعني تثبت له باللغة تاعك وبيدك، يعني أنت عندك خبرة خلاص باللي راك تعرف تخدم وتعرف تهدر في هذا، يعني تقنعه أنك باللي هذه هي يعني مكانك. إن شاء الله هذه هي أهم يعني النقاط اللي صادفتهم أنا يعني من حسب الخبرة اللي عندي، وبالتوفيق لكل واحد إن شاء الله. الله يعينكم.